وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائلة تسأل عن صديقة لها، كانت لها علاقة بل علائق مع الأجانب في وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تبحث عن زوج يناسبها وتناسبه، حتى وقع لها الإدمان في المحادثة عبر الانترنت مثلا الفيسبوك الى غير ذلك، تبحث عن الزواج. فكانت تظن انها ستحصل على زوج يلائمها وتناسبه من خلال هذه المحادثة، لكن فيما بعد يبدو لها لانها لا تظفر بشيء، ثم تنتقل الى اخر تبحث عن زوج، وكلما بحثت عن زوج تجد ان لا تجد ضالتها المنشودة، مما جعلها افتتنت وقررت في بعض الأحيان أنها تتخلص من الهاتف ثم تعود. فما نصيحة فما توجيه؟ النصيحة والتوجيه هو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والحذر من مغبة هذه المعصية التي وقعت فيها. قد وقعت في المعصية حيث تخطت حدود الله سبحانه وتعالى، لأن دائما بين الرجل وبين المرأة حدود، ذاك الحدود كما قال الله عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها. فتربية القرآن الكريم يقول لنا ويرشدنا ويؤدبنا ويربينا كلام ربنا سبحانه وتعالى أن الرجل إذا أراد أن يتكلم مع المرأة وأن يحادثها يتحدث معها من وراء الحجاب بالمعروف، سواء في الأمور الدينية ولا في الأمور الدنيوية. قال الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا اسألوهن من وراء حجاب. إلى كاع كاين الإنسان بغى شي غرض بحال الجيران بحال إلى آخره، ما يتكلمش معها إلا من وراء الحجاب ورا الباب، ما تشوفها ما يشوف ما تشوفه وهو ما يشوفهاش، هذا من معنى من وراء الحجاب، كيتشافوش عند الاقتضاء والضرورة. وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. حتى وإن اقتضى الحال أن الرجل غيتكلم مع المرأة والمرأة بغت تتكلم مع الرجل، الكلام من القرآن الكريم موجه إلى المرأة، فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ما معنى فلا تخضعنا بالقول؟ بمعنى أن المرأة إذا بغت تتكلم مع مول الحانوت، مع الخضار، مع الجزار، مع مول الحوت، مع مول الجافيل، مع الجزار، مع أي إنسان، لا تخضعنا بالقول. قال لها القرآن الكريم ما تديريش الدلال في الكلام، ما تديريش التكسر والتخنت والتغنج وترقيق الكلام في القول، حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض. أي مرض يقصده القرآن في هذه الآية؟ هو مرض الشهوة. فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة، لأن الله عز وجل خلق الرجل وخلق منه الشهوة، وخلق المرأة وركب منها الشهوة أيضا. فيطمع الذي في قلبه مرض، بمعنى ما تليلش في الكلام ديالها، ما تزيلش في الكلام، ما ترقق في الكلام، ما تدير يعني الكلام اللي ماشي هو هذاك. حتى في الكلام بالمعروف خص يكون كلام على طبيعتها والسجية ديالها، حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا، تكلم بالطلقة ديالها والطبيعة ديالها عند الاقتضاء، لا في الأمور الأسئلة ديال الدين ولا في الأمور ديال الدنيا. هذا هو الضابط اللي خص المرأة تعرفه. أما هذه السيدة هذه خارجة على هذا النطاق، هذا نطاق الأدب القرآني، خرجت منه لا هو ولا هم، حيث أنها تبحث عن الزوج في خيال، بحال واحد الإنسان نعس وكيحلم وكيحط الأهرام ديال التخيلات في المنام دياله، فيصبح لا شيء، كسراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفى حسابه، والله سريع الحساب.
جديد. كيف يعقل أن المرأة تحصل على الزوج من وراء الحجاب، بل من وراء الأحجوب أو الأحجيبة؟ كيفاش يعني تحصل هذا المرض عبر التليفون، مع أن الأصل هو المرأة تكون هي المطلوبة والمخطوبة، والرجل هو الذي يكون الطالب ويكون الخاطب. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون، بمعنى إلا جاكم رضاكم، بمعنى تكون البنت في الدار ديالها وتيجي شي واحد اللي قصده أنه بغي يتزوج، هو اللي كيجي للدار ويدقار وهلي شحال شحال من موانع عاد يوصل ليها، تيجي عبر باها ولا يعني الوالي ديالها ولا شي واحد من الاقارب ديالها، وكيطلب وكيديروا ليه الاذن وكيفتحوا ليه الدار بوجود المحرم، ويدير النظره الشرعيه ودير حتى هي النظره الشرعيه، فان توافقت القلوب فالله يسخر. اذا القران الكريم هكا باش كي ربينا، والسنه النبويه كتبين لنا اذا اتاكم من ترضون دينه، بمعنى الرجل هو اللي خصو يجي. اما تمشي المراه باش تقلب على الزوج، كيف يعقل هذا؟ كيف يعقل هذا؟ هذا بحال شي واحد كيصيد في الماء العاكر. ولذلك انها تشهد على نفسها ان كلما يعني ربطت العلاقه والاتصال بشي واحد تيطلب منها شي حاجه اخر، بمعنى يريد ان يستغلها. علاش هذا مثل هاد الناس هاد وهاد الذئاب المفترسه الشرسه، يعني يتوقع منهم ان يكونوا رجالا صالحين يحفظون يعني عرض المراه؟ ابدا. اذا نصيحتي اللي كنطلب لها اللي كنوجه لها السيده، توب الله عز وجل من الدرجه الاولى عما مضى.